مرحبا، كيفكم؟ فيديو اليوم راح يكون عن الحصول على الحيوان الجديد بكوينز. طبعا جايز، في شيء غريب صار في هذا الحيوان، يعني في سعرين لهذا الحيوان. تخيلوا، يعني ممكن تحصلوا على هذا الحيوان بفلوس حقيقية، ممكن تحصلوا عليه بكوينز. فمثلا لما تدخلوا على البيكي اكس دي ستور او متجر بيكي اكس دي، بتشوفوا انه سعر الحيوان تقريبا 2 حسب عملة بلدكم، يعني بفلوس حقيقية. انا طلع لي 2 ريالين على حسب عملة بلدكم. المهم هذا مو موضوعنا، بس لما تجوا هنا على قسم الحيوانات اللي موجودة هنا وتضغطوا عليه، بتشوفوا انه سعره 15,000. تخيلوا يعني جايز، ففي سعرين لهذا الحيوان. فلو حابين تحصلوا عليه بكوينز، اشتروه من هنا الحيوان، تشتروه من هنا. بس الفرق انه هنا بيعطوكم هدية 5,000 عملة، وهنا ما بيعطوكم ولا شيء. فاشتروه من هنا بكوينز. شوفوا كثير كثير صغير، ولازم اني اكبره لاني كثير متحمسة اشوف شكله هو كبير. فلحتى نكبر حيواناتنا طبعا لازم نلعب الالعاب الموجودة في لعبة بيك اكس دي. هذا الشيء رح يكبر من حيوانكم. هذا هو كل الفيديو، بشوفكم في الفيديو القادم. باي باي.